أنا بقول لحضراتكم إنه أتوقع إنه قريبا جدا قد يكون قبل رمضان. هتقولوا لي رمضان فاضل عليه 8 أيام، هقول لكم آه إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين. هيتم الإعلان عن مشروعات أخرى قوية. ما ننساش إنه في كلام بيحصل دلوقتي، كل شوية تصريحات تطلع من صندوق النقد. وآخر تصريح قال إنه يعني الاتفاق وشيء في خلال فترة قليلة جدا الاتفاق مع صندوق النقد. فانت كده بتتكلم على بجانب برضو، وده مش هنتكلم فيه على اعتبار ان هو لسه ما دخلش. خلينا في الفلوس اللي دخلت البنك المركزي، دخل 10 مليار. تمام. الطبيعي اللي يحصل ليا كمواطن بدخول 10 مليار؟ اتفضلي يا استاذ. احنا دخل 5 وبعديها بيومين دخل 5 تاني. أيوة. ومفروض ان في 5 مليار تاني من الوديعه الاماراتيه هيتم تسييلها، فبقى كده موجود لدى البنك المركزي سيوله نقديه دولاريه يقدر يتحرك بيها 15 مليار دولار توفروا خلال الاسبوعين دول. تمام. دول اول سيوله حقيقيه. تمام. انا توقعاتي ابتدي او الاولويات ايه؟ وابتدينا نسمع ان البنك المركزي ابتدى يخاطب البنوك علشان يشوف المستندات التحصيل او الاعتمادات المستنديه من جانب المستوردين. أيوة. فبالتالي يقدر ان هو يلبيها، فدي اول خطوه المواطن هيحس بيها، السلع اللي موجوده في الجمارك واللي كانت مخليه في حاجه في الاسواق اسمها ندره في السلع، فبالتالي كان بتخلي المتلاعبين والتجار يعملوا تذبذبات عنيفه في الاسعار، هتبتدي تتوفر. دي اول نقطه. طبعا في جانب اخر وهو سداد الالتزامات. دي هتسمع بسرعه؟ مفروض ان احنا خلال دي يعني احنا الاسبوع طبعا عن الجمارك الحاجه اللي هيخلي في استقرار في مستوى الاسعار، لان حاليا نقص السلع وكانت التلاعب والتذبذبات العنيفه طبعًا. في الاسواق في السوق الموازي كانت هي اللي بتؤدي الى الارتفاعات الغير مبرره. أي. لكن النهارده السلع اذا توفرت ده هيؤدي الى استقرار كبير. علشان نقول ان الاسعار تبتدي تنزل ده محتاج على الاقل 3-4 شهور عشان نبقى واقعيين. لان الامر محتاج دوره انتاج ومحتاج في بعض المواد الخام جت باسعار مرتفعه، فبالتالي الامر هيحتاج فتره علشان نبتدي نشعر باستقرار حقيقي وانخفاض في الاسعار. ولكن خلينا نقول اول حاجه هنلاقيها توفر سلع في الاسواق، فبالتالي ده هيهدي المضاربه. طبعا جزء من هذه الاموال هيروح سداد لالتزامات على الدولة المصرية خاصة بالدين الخارجي. أيوة. فوائد الدين وأقساط الدين، وده أمر هام جدا. أقول لحضرتك من وجهة نظري هيكون تأثيره المباشر إيه؟ فضل. التأثير المباشر إن إحنا بنتوقع في شهر 6 القادم في المراجعة بتاعت التصنيف الائتماني إن إحنا نشوف تغير إيجابي في نظرة أغلب مؤسسات التصنيف الائتماني، وإن ده هيخلي مصر ترجع تاني تصعد فوق مستويات اللي هبطت ليها، ودي كانت مستويات خطيرة أو مستويات مقلقة بالنسبة للمستثمرين. تمام. تمام. وده هيعزز موقف مصر وقدرتها على ان هي تجذب سيولة وأموال ساخنة. الناس بتخاف من كلمة أموال ساخنة، بس الأموال الساخنة دي جزء من الاستثمار اللي بتسعى إليه أي دولة حتى الدول، بس ما يتمش الاعتماد عليها زي ما احنا اعتمدنا بالشكل. ما فيش حاجة. بص احنا كانت مشكلتنا هي الخروج المتسارع لهذه الأموال في فترة قليلة.